بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيح وشراحه في الدارين، آمين. الباب 28 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين. وغزوة حنين، وحنين اسم وادي بين مكة والطائف، وقعت فيه الغزوة بعد فتح مكة، فسميت باسم الوادي حنين، وسميت أيضا بغزوة هوازن اسم القبيلة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 12 بعد 704,000، قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني كثير بن عباس ابن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو وابن أخوه العباس عم النبي، وابن أخوه أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. الحارث بن عبد المطلب ده أخو العباس، بس كان مات ابنه ابي سفيان، مش ابو سفيان بقى ابو معاويه، ده غير ده، فهمت؟ ما تلخبطش الحكايه. ده ابو سفيان ده ابن عم النبي، ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، ابن عم النبي وعم النبي، الاثنين كانوا لازمين النبي، واقفين معاه في غزوه حنين في وقت الشده. وكان ابي سفيان مسلم بعد فتح مكة، يعني حديثي إسلام أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. والعباس أعلن إسلامه بعد فتح مكة، يقال أنه أخفى إسلامه وهو في بدر، ثم أعلن إسلامه بعد فتح مكة، يقال عنه ذلك لأنه كان عنده تجارة وخايف على تجارته، ففضل قاعد في مكة يراعي تجارته، ثم أشهر إسلامه بعد ذلك بعد فتح مكة. فبيقول العباس هنا عم نبينا رضي الله عنه وارضاه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. وده اول مشهد يشهده العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشهد معه اي مشهد من المشاهد، بل جاء مع الكفار في بدر ثم فدى نفسه هو ايه والفضل، دفع فداء نفسه هو والفضل ابنه. قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. ودي البغلة الوحيدة اللي كانت عند النبي، لكن كان عنده أفراس وكان عنده حمار، والبغلة كون النبي يركب البغلة وعنده أفراس في حرب ده كمال الشجاعة. ليه؟ لأن البغلة إذا اشتدت الجلبة حرنت، ما تقدرش تتحرك. الفرس لما تشتد الجلبة يحمك تتحرك فيساعدك، لكن البغلة طبيعتها أول ما تلاقي جلبة كتير وعفار تتلخم كده وتقف، ما تقدرش تمشي، تحرم، يسموها حرنت. فكون النبي يخرج في مثل هذه الحرب ببغلة وعنده أفراد ده كمال الشجاعة،
فهمت بقى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين. طبعا كان بعد فتح مكة كتير من مسلمي الفتح وبعض القبائل دخلوا في الإسلام لما النبي بقى إيه زع عصيته وانتشر إيه انتشر دعوته وعرفوا أن الدخول في الإسلام يجلب لهم الغنائم، فناس كتير دخلت في الإسلام طلب دنيا، فهم؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم توجه تجاه حنين خرج معاه طائفة كبيرة من هؤلاء الناس اللي هم عايزين بقى الغنائم بقى ويلموا يكوشوا بقى، لسه مسلمين بقى لهم كام يوم داخلين في الإسلام عشان الدنيا، فبقوم يسبقوا ويبقوا هم في مقدمة الجيش علشان يلموا الغنائم بسرعة. والصحابة الصناديد بقوم ايه خلف الجيش، فهم؟ هوازن كانت عاملة خطة اول ما يقربوا يرموهم بالنبل، لدرجة من كثرة النبل بقى كأن في غيمة، كأن السماء غيمت من كثافة النبل. فقام عمل ايه الجماعة اللي كانوا مستعجلين قدام رجعوا جري لان لا ثبات لهم لان الدنيا في قلوبهم. فلما رجعوا جري صدوا الصحابة عن ايه عن التقدم، فالصحابة تراجعت بتراجعهم، فهمت ازاي؟ الصحابة ما تراجعوش بسبب النبل، ده تراجعوا بسبب تراجع من تراجع من النبل، لان كانوا التانيين متقدمين عايزين الغنيمة واخدين الصفوف الاولى، فهم؟ اول ما لقوا النبل رجعوا فصدوا في الصحابة، فالصحابة رجعت رجوع الطبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يتقدم ويهز برجليه كده البغل علشان تمشي، وابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب والعباس يشدوا لجامها خايفين تتقدم، خايفين على ابن اخوهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عايز يمشيها ايه ويتقهر. فالنبي لم يتقهقر لحظه، فهمت بقى ازاي؟ اللي تقهقر مين؟ الناس اللي هم سريعي التقهقر وكانوا حديثي اسلام ويريدوا دنيا وغنائم، فصدموا مؤخرة الجيش اللي فيها صناديد الصحابة والمهاجرين والأنصار، فحصل نوع من التراجع في الأول، والنبي لم يتراجع قط صلى الله عليه وسلم، فهمت بقى؟ فعلشان كده فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين. عرفت مين اللي ولى مدبر؟ المتقدم حديثي الإسلام الطلقاء بتوع الدنيا اللي دخلوا في الإسلام عشان المناصب والغنيمة، فهمت بقى؟ فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته. عرفت يركض بغلته يعني ايه؟ يعني يعصرها كده ايه بفخذيه كده علشان تجري، دي اسمها يركض بغلته صلى الله عليه وسلم قبل الكفار، يعني في اتجاه الكفار. قال عباس وانا اخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها ارادة الا تسرع، خايفين على النبي، فهمت؟ قال عباس وانا اخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها ارادة الا تسرع، وابو سفيان اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركاب اللي هو ايه؟ اللي هو الجزء المعلق على جانبي البغلة اللي بيحط الفارس رجله فيه عشان يركب، ولما يجي يركب يحط رجليه عليه، فهمت ازاي؟ ده اسمه الركاب. يبقى اللي ماسك الركاب ابو سفيان بن الحارث، واللي ماسك اللجام العباس، والاثنين خايفين على النبي وهو بيركض البغلة تجاه وبقية المسلمين المتسرعين بيتراجعوا صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمرة. الصحابة دول ايه الصناديد بتوع ايه اصحاب السمرة لبيعة الرضوان، ان الذين يبايعونك تحت الشجرة، السمرة اللي هي الشجرة، فبينادي اصحابه اللي بيعوه تحت الشجرة، دول كانوا ورا والناس تمام بتتراجع فبيزقوهم لورا اكتر، وجنبوا اصوات فقال للعباس، العباس ده كان صييد صوته كانه ميكروفون،
كان يقال عنه ان هو لما كان ينادي العمال بتوعه، العمال بتوعه كانوا في منطقة اسمها الغابة على بعد 8 أميال من مكة، كان يقف على جبل سلع يناديهم يسمعوه يقولوا، فلو واقفة جنبيه واحدة حامل تسقط من شدة صوته. فهمت ازاي؟ ده العباس كان صوته عجيب، فالنبي عارف كفاءته، والدنيا جلبة بقى والناس بتجري وده ورمي وده وصوات وصريخ وأطفال بتجري وتتفعز تحت الرجلين، مين حينادي؟ مفيش ميكروفون، يا عباس اشتغل نادي بقى. فسيدنا العباس طبعا ايه، صوت جهوري عجيب الشكل ملوش مثيل، يعني لو واحد فينا مثلا نتكلم في وسط الجلبة دي مش هيسمع نفسه. فهمت ازاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي عباس نادي اصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صييتا. فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السامرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. جم جري بقى. فهمت ازاي؟ سمعوا النداء على طول، لأن كان اللي بيحول بينهم وبين الإجابة الأول بدون صوت إن في ناس بتتراجع بتصد فيهم. فهمت ازاي؟ فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار. فاقتتلوا والكفار، الواو دي ايه؟ معية. الواو المعية، طب انتوا شاطرين اهو، يبقى دي اسمها ايه؟ مفعول معه. مفعول معه مش مفعول به. في مفعول به، مفعول معه، مفعول لأجله كده برضو، دي بقى المفعول معه. زي ما تقول سرت والنيلة، يعني بجوار النيل، والنيل معايا. سرت والقمرة. فهمت ازاي؟ فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. يعني كل شويه تضييق الدعوه، الاول ايه؟ نادى على الكل اصحاب السمره، وبعدين بعد كده نادى على الانصار، لان الانصار لهم بيعه قبل كمان السمره. بيعتين الانصار، مش بيعوا النبي الاول؟ ايوه. سنه الهجره على النص، وبعدين بيعوه تاني تحت الشجره. فالاول عمم ايه؟ النداء، ثم خص من بايع مرتين الانصار، ثم خص من الانصار من كان بايع قبل غيره كالخزرج. فهمت ازاي؟ بالتدريج كده. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. ودي لفظة ما قالهاش عربي قبل النبي، هو الوحيد اللي قالها. يعني اللفظة دي مصطلح نبوي يصف به شدة الحرب، يقول لك حمي الوطيس. زي ايه؟ يعني اشتد الفرن. الوطيس ده الفرن، واخد بالك ازاي؟ الفرن اللي هو بيبقى فيه النار يعني. فالنبي ايه شبه الحالة بهذه بلفظة وجملة لم يستعملها عربي فصيح قبله صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ حمي الوطيس. قال: ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. الله، ده علامة من علامات النبوة، ده اخبر بالغيب قبل ان يحدث، وكل موازين المعركة ضدهم، يبقى نبي، لانه لو كان ملك ما كانش يقدر يقول الكلمة دي دلوقتي. فهم؟ فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. ده فيها كمان خبر تاني قاله ابن اسحاق وغيره، ان لم تبقى عين من عيون الجيش الا واصابته من هذه الرمية. يبقى دي معجزة فعلية ومعجزة خبرية، فيها معجزتين، معجزة فعلية
حيث ان رميه واحده تستوعب عيون الجيش كلها. عشان كده وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فدي معجزه فعليه. ثم معجزه خبريه وهو الاخبار بالغيب، حيث ان الجيش منهزم والنبي يقول ايه؟ انهزم ورب الكعبه. وجيشه هو المنهزم. ويقول انهزم ورب الكعبه. يبقى فيها معجزه خبريه ومعجزه فعليه، معجزتان. انهزم ورب محمد. قال فذهبت انظر فاذا القتال، كل ده العباس قاعد بايه؟ بيتابع. فذهبت انظر فاذا القتال على هيئته فيما ارى، قال فوالله ما هو الا ان رماهم بحصياته، فما زلت ارى حدهم كليلا، ضعيفا يعني، كليلا يعني ضعيفا، وامرهم مدبرا. في روايات تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعباس نادي راح نزل كمان على البغلة، وقف على الارض، ويسموها النزال، والنزال ده لا يفعله الا المقاتل الذي لا يريد ان يخرج من المعركة سليما، يريد ان يموت، اسمها النزال. يبقى الفرسان كلها حواليه والجلبة والسهام كله وهو راكب، يروح نازل يقف على رجله ويبتدي قاتل وهو على قدمه، لا يفعلها الا ايه؟ الشجعان المتناهين في الشجاعة، يسموها النزال. النبي فعلها في حنين ونزل من على البغلة صلى الله. لما وجد مين بقى؟ لما وجد العباس قاعد يفرملها له، وابي سفيان ماسك له الركاب ويحجز رجله عشان ما يركبش النار، هتعطلونا؟ راح سايب لهم النقع بتاع وقفلهم على الارض صلى الله عليه وسلم. فكان اشجع الناس النبي، كان اشجع الناس على الاطلاق، اشجع الخلق على الاطلاق، ولم ينهزم قط. ونص الفقهاء على ان من قال ان النبي انهزم كفر، لانه يخالف صريح القران ويخالف السيره. فهمت ازاي؟ لكن ممكن تقول انهزم المسلمون، اما رسول الله فلا ينهزم، ممكن تقول كده. لكن النبي خارج، النبي لا ينهزم، النبي منصور على كل حال. فهمت بقى؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وحرر المؤمنين. طب افرض المؤمنين حرروا وما بقوش، هيقاتل لوحده. شفت بقى؟ فهو اشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحوه، غير انه قال فروة بن نعام الجذامي اللي هو اهدى البغلة، واختلفوا في اسلام فروة ابن نعام هل اسلم ولا ما اسلمش، والرجح انه اسلم وطلع عمره جدا وعمر. وقال انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة، الله ده بيحلف، ولسه المعركة موازينها واضحة انها على المسلمين وليست للمسلمين، ويحلف صلى الله عليه وسلم. ده نبي بيوحى اليه، والله بيوحى اليه، واللي ينكر نبوته يبقى ايه؟ مكابر، يستحق ان يدخل النار، لان صدقه اوضح من الشمس صلى الله عليه وسلم. وزاد في الحديث ايوه في الرواية الاولى يقول فروة ابن نفاثة نفاسة ونعامة، معلش ما ممكن يبقى نعامة ده جده ونفاسة ابوه، او العكس نفاسة جده ونعامة ابوه، ما تفرقش بقى معانا. فهمت ازاي؟ نروح بقى اللي بتوع الرقم القومي ونشوف اسمه ايه في الرقم القومي وفي الباسبور. فهمت ازاي؟ لان ممكن ينسب الرجل الى اجداده، وممكن ان الرجل ينسب الى ابائه او بعض ابائه. فهمت ازاي؟ فما تضرش. وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن العباس عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وساق الحديث غير أن في حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي اسحاق قال قال رجل للبراء يا ابا عماره افررتم يوم حنين؟
قال لا والله ما ولى رسول الله. شفت بقى البراء فقيه. واحد بيقول لسيدنا البراء بن عازب أفررتم يوم حنين؟ وسيدنا رسول كان معاهم، فلو قال نعم يبقى أثبت الفرار للنبي. فشفت بقى كلام بقى الفقه الفهم. قال ايه؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاول خرج النبي وبعدين احكي لك اللي حصل، انما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان واصحابه واخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح او كثير سلاح، اللي هم شبانه اصحابه اللي لسه حديث اسلام واللي رايحين مستعجلين فاهمين، هم فاهمين بقى ان هم خلاص بقى مع النبي والمسلمين انتصروا في بدر وانتصروا مش عارف فين وعملوا ايه وجابوا غنائم ايه، اه ده احنا طالعين بقى نلم. فايه رايحين حتى مش لابسين الدروع ولا حسرا، يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ليسوا مدرعين، يعني مش لابسين لبس الايه؟ القتال. فاهمين انها يعني فسحه، هيروحوا يتفسحوا كده يجيبوا ايه؟ غنائم هوازن ويروحوا. فهمت ازاي؟ ولكنه خرج شبان واصحابه، يعني صغارهم في السن والخبره والاسلام، واخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح او كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء. قال لك هناك الشهباء وهنا البيضاء، يبقى البيضاء بمعنى الشهباء. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل نزله النبي، فنزل خدت بالك، فنزل هذه النزال اللي قلت لك عليه، يبقى الرواية هنا بيّنت النزال، نزل من على البغل يعني. فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم. طب وليه النبي ما قالش أنا ابن عبد الله؟ ليه عبد المطلب؟ ده جده، وهو محمد بن عبد الله كان ما ينسب نفسه لأبوه، ليه ينسب نفسه لجده؟ لأن أبيه مات صغيرا فلم يشتهر في العرب. أبو النبي مات صغيرا عنده 25 سنة، ما لحقش يشتهر صيته عند العرب، لكن باقي العرب عارفين عبد المطلب، عاش 120 سنة عبد المطلب. ومش كده وبس، وعبد المطلب هو اللي أخبر أن سيف بن ذي يزن لما زاره في اليمن وكان شاب لسه، عبد المطلب صار سافر اليمن وقابل سيف بن ذي يزن، واخد بالك ازاي، هناك ملك من ملوك اليمن وكان عنده علم من علوم اهل الكتاب، فوجد فيه نور في جبهته لعبد المطلب، وانه جاء من جهة مكة، فبعلوم اهل الكتاب قال والله يخرج من هذا النور من ينشر الله به الملة السمحاء. فهمت ازاي؟ ففاكر هو البشارة دي عبد المطلب، لدرجة ان بقى يرجع ويخطب في الناس يقول انا هيخرج من ظهري اللي هينشر الدين، كان يقول كده. فانتشرت بشارة النبي على لسان عبد المطلب، البشارة بالنبي. فهمت ازاي؟ وعشان كده نسب نفسه لمن بشر به من ادائه، ثم اختار عبد المطلب لطول عمره وشهرته في العرب فنسب نفسه له. فهمت بقى ازاي؟ ده السبب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وكان الكلام ده امتى؟ في غزوة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، دل على ان اسم عبد المطلب اسم صحيح. عبد المطلب اسم، هو المطلب من اسماء الله؟ ده اسم اجداد النبي، هاشم جد النبي ليه اخ اسمه المطلب. فهمت؟ وهاشم نفسه انجب ولد سماه المطلب على اسم اخوه. المطلب اخو هاشم ده اللي جاء من سلالته الامام الشافعي، امامنا صاحب مذهبنا، عشان كده نقول محمد بن ادريس المطلبي. فهمت بقى ازاي؟ اللي هو جاي من سلاله المطلب ابن عبد مناف. ما هو عبد مناف ده انجب هاشم والمطلب، هاشم طلع منه النبي والمطلب خرج منه الامام الشافعي. فهمت السلاله بتاعته؟ فعشان كده الامام الشافعي يجتمع مع النبي فين؟ في عبد مناف. فهمت بقى؟
يبقى المطلب ده اسم بشر، اسم انسان مش من اسماء الله. والنبي اقر ان يقال عبد المطلب، يبقى عبد النبي اسم صحيح خلافا لما ذهب اليه الوهابيه. يقول لك الاسم عبد النبي ده ما ينفعش، ولا عبد الرسول، لازم تغير الباسبور عشان يدخلك هناك في عقد عمل. تصور لو رايح عقد عمل واسمك عبد النبي، يقول لك لا غير شهاده الميلاد، عبد رب النبي. عبد النبي ولا عبد المطلب، اني احسن؟ اني احسن واقوى؟ فاهم؟ عبد هنا بمعنى خادم، ليس بمعناها الحقيقي كما يتصور الوهابيه جهله اللغه. دول جهله في اللغه. النبي افصح العرب ونسب نفسه لجديه وقال عبد المطلب. والعبوديه هنا عبوديه خدمه وليست عبوديه ايه؟ عباده. في فرق بين عبوديه الخدمه وعبوديه العباده. عبدي يعني خادمي. فهمت بقى ازاي؟ بعبد المطلب يعني خادم المطلب او رقيق المطلب. ومن منا لا يحب ان يكون خادما للنبي؟ ايه المانع يعني؟ عشان كده المسلمين كانوا يسموا عبد الرسول وعبد النبي كتير، لحد ما طلع المذهب النحس الوهابي ده الذي لا يعترف بلغه ولا بمجاز ولا يعترف بفهم صحيح للاسلام، وابتدى يعتقد ان هذه الاسماء خطا، وفي عقول ضعيفه مريضه تصدقهم. طب ما هو السيره اهو. طب ليه النبي ما قالش انا ابن عبد رب المطالب؟ ما قالش ليه كده؟ ومش كده وبس، ده هو اسمه شيبه الحمد، ده هو اسم الشهر عبد المطالب، اسمه الحقيقي شيبه الحمد. فهمت ازاي؟ اسمه الحقيقي شيبه. طب ما كان بقى لو كان الاسم ده وحش كان ايه؟ ترك واهمله وقال انا ابن عبد ايه؟ شيبه الحمد وخلاص، انتهينا، اتحلت الازمه. لكن ده نسب نفسه لاسم الشهره، ودل على ان اسم الشهره ده اسم صحيح، لان عاده النبي ان الاسماء الخطا كان يغيرها. عاده النبي كده. مش كده؟ تدخل له واحده اسمها ايه؟ يقول لها اسمك ايه؟ تقول له بره. يقول تبر نفسها، انت زينب. غير اسمها. كتير النبي غير اسماء ناس كثيرين. طب ليه ما غيرش اسمه جده عبد المطلب؟ ونسب نفسه لشيبة الحمد بدلا من هذا الاسم الخطأ، إلا أن يكون هذا الاسم صحيح. فهمت بقى إزاي؟ علشان كده لا تغتر بما يفهمه وينشره الوهابية، لأنهم هؤلاء هم الجهلة المبتدعون، واحذر مذهبهم واعتقادهم، لأن مذهبهم واعتقادهم يؤدي إلى سوء الخاتمة. وكثير منهم عرفناهم وماتوا على الكفر، والله ماتوا على الكفر. فاحذر هذا المذهب الذي يؤدي الى سوء الخاتمه. فهمت بقى؟ انا النبي اما حد يقول لك عبد النبي اسم غلط، اقول له لا، النبي بيقول انا النبي لكذب ابن عبد المطلب، ايه رايك بقى؟ وخليه كبس ويسكت. هيقول النبي اخطا يبقى كفر. بدل ما يكفرنا احنا خليه هو يكفر نفسه. احنا مش هنكفره. لان هنتركه كده لنفسه. ده ممكن يقول لك كان الاولى به ان يقول انا ابن شيبه الحمد، كان الاولى به. غباوه. اصل الغباوه دي يعني لما تلاقي واحد غبي هتعمل له ايه؟ سيبه بقى، اعرض عن الجاهلين. وعن ابي قال حدثنا احمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكرياء عن ابي اسحاق قال جاء رجل الى البراء فقال اكنتم وليتم يوم حنين يا ابا عماره؟ فقال اشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق اخفاء من الناس وحسر يعني ايه؟ عزل يعني، ليس عليهم ثياب الحرب يعني، وحسر الى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل. شوف هنا بكسر الراء بقى رشق من نبل، هناك رشقا يعني ايه؟ رميا. انما الرشق هو ما يرشق به السهم. فهمت بقى؟ يبقى كسر الراء رشق هو السهم، والرشق هو المصدر. فهمت بقى؟
فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد. رجل يعني قطيع، ما تقراش رجل بقى، ها؟ رجل من جراد. فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا. شوف النزال هو، النبي نزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحادي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يبقى بجواره. الشجاع منا هو اللي يبقى ماشي بجوار النبي، يحاذي به يعني ايه يبقى بجواره، لكن الغالب كنا احنا بايه نتقي به صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء وساله رجل من قيس افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماة، وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال قال له رجل يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم حديثا. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري، يعني تفك إزاره منه، استطلق إزاري يعني كاد يقع منه، فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، حال كوني منهزما، مش حال كون النبي منهزما، يعني منهزما ان ده حاله هو، فهمت؟ خد بالك عشان تقرا الحديث صح. ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، حال كوني انا منهزما، يعني الراوي نفسه، فهمت؟ فمنهزما هنا صفه للايه؟ للراوي، مش صفه لايه؟ للنبي اللي هو ابن سلمة، إيه اللي هو ايه؟ سلمة بن الاكوع. ما هو ده اصل ايه اللي بيروي ده مين؟ سلمة بن الاكوع. ما هو اياس بن سلمة بيروي عن ابيه، اياس بن سلمة بيروي عن ابيه، ابوه مين؟ سلمة بن الاكوع. سلمة بن الاكوع ده كان بيحارب على رجليه، فلما شاف المنظر ده بقى يطلع فوق الجبل ويتابع ويشوف ويعمل ويجري ويعمل، وعليه ازار، ما كانش بيركب لانه كانت رجليه فرسه، كان يسبق الفرس وهو بيجري على رجليه، سيدنا سلمة بن الاكوع. فلما شاف ان الصحابه منهزما وهو رجع معاهم، فهو مر على النبي وهو منهزما، وسلمة منهزم، فهمت بقى؟ ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، يعني حال كوني منهزما، ده الراوي، وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد راى ابن الاكوع فزعا، لما شاف ايه ابن الاكوع راجع، وابن الاكوع شجاع جدا، فالنبي لما شافه راجع كده قال لقد راى ابن الاكوع فزعا، يعني ايه؟ خوفا شديدا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغله ثم قبض قبضه من تراب من الارض، ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم انسانا الا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضه، ما
معجزة فعلية، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. ونقف على باب غزوة الطائف غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.